هنعمل كباب الحلة، هنعمله بالفراخ النهاردة، حاجة موفرة ولذيذة وسهلة، مش تاخد منك 10 دقايق. نقول مقدرنا، يلا بينا. عشان تاخدي طعم حلو قوي استخدمي الاوراك بتاعت الفراخ، افضل كمان من الصدور، بتبقى قطرة شوية وبتدي طعم حلو، بقى فيها نسبة دهون بتخلي طعم الوصفة كمان حلو قوي. عندي كيلو من اوراك الفراخ متقطعة مكعبات، عندنا كمان نص كيلو بصل متقطع جوانح، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، طماطم متقطعة مكعبات، 2 بطاطس متقطعين مكعبات ومتحمرين، رشة من السكر، نص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، عندنا كمان نص معلقة صغيرة من الزعتر الناشف، ربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر، ملح وفلفل اسود. وحاطين طاسة على النار، يلا بينا بقى علشان هاخد كده معلقة من السمنة تمام، وسيبها بقى تسخن كويس قوي. يا سلام بقت دي اقصى امانينا زي الفل. اهم حاجه لما نغسل الفراخ نغسلها كويس قوي وننشفها كويس قوي قوي، ما نخليش فيها اي ميه، حطيها في مصفى كده بحيث انك انت لما تيجي تنزليها ما تطرطشي اولا، تاني حاجه ان هي ما تهديش درجه حراره الووك اللي على النار وتنجز معانا بسرعه بسرعه وتاخد لون قوام قوام. كل ما السمنه سخنت كل ما هناخد نتيجه حلوه قوي ولون حلو جدا لكباب الحله بتاعنا. بحاول انشف اي ميه. اظن كده الدنيا تمام جدا، هحط رشه ملح بسيطه علشان ما تطرطش عليا وانا شغاله زي الفل. ويلا بينا ننزل بقطع الفراخ اللي احنا مقطعينها مكعبات. بسم الله. زي الفل، هو ده المطلوب بقى. تمام كده هنسيب الفراخ بتاعتنا، مش هنقلبها كل شوية، عايزينها تاخد لون من ناحية وبعدين نقلبها الناحية التانية. نقول بقى معلومة النهاردة ونتعود كده كل شهر طول شهر رمضان ان شاء الله نقول معلومة مع بعض، كل يوم معلومة صغيرة بس ان شاء الله تكون كده ايه معلومة مفيدة. اما نيجي نسلق اللحمة او الفراخ حاولي تحطي الحبهان يا بودر تمام، وده انا بفضله جدا جدا علشان ما تلاقيلوش اثر بعد كده، او لو هتحطيه سليم ما تحطوهوش بحاله، لازم تكسريه وبعدين تحطيه عشان تطلعي كل النكهه اللي موجوده في الحبهان تطلع معاكي في الشوربه. بس اهم حاجه بعد كده ان احنا نصفي الشوربه كويس قوي عشان ما تجيش تحت اسنان حد تضايقه. يبقى الحبهان من اساسيات الشوربه، عشان كده لو هنحطه عشان ناخد منه اكتر افاده او اكتر طعم ممكن، يا نحط بودر يا نحطه متكسر تمام علشان تاخدي منه الطعم الجميل. دي كانت معلومتنا النهارده، وكل يوم هنحاول نقول مع بعض كده ايه معلومه صغيره ولطيفه كده. ودي اللحمه بتاعتنا، هحط على الفراخ بتاعتي زعتر، حبهان بودر، بهارات 7، ونحط كمان فلفل اسود. محتاجه بقى اللحمه تنشف من ميتها وتبتدي تلون علشان اخد لون حلو قوي قوي للكباب الحله. هبدا دلوقتي احط البصل واسيب بقى كله يتشوح مع بعضه. عارفين كلنا ان الفراخ ما بتاخدش اي وقت في التسويه غير اللحمه خالص تمام، هنسيب بقى الكلام ده كله مع بعضه تمام. بحط كمان معلقه من الثوم، الثوم المفروم، وادي السكر، والسكر بقى هنا اساسي، خليه كده البصل والفراخ تتكرمل معانا بتدينا طعم حلو قوي. الريحة جميلة جدا جدا، وأكلة بسيطة وسريعة ومش تاخد منك أي وقت ولا مجهود. هضيف لها كمان طماطم متقطعة صغير. تعالوا بينا نشوف كباب الحلة اللي بالفراخ النهاردة. الله على الريحة، أنا ضفت له بس البطاطس عشان في الفاصل وكده قلنا نلحق وقتنا. البطاطس متحمرة يعني يا دوبك بتاخد معاه كده غلوة وخلاص. إيه رأيكم، شكله حلو قوي ولا الريحة بقى؟ والله ما قادرة أقول لكم جميلة قد إيه.
هظبط ملحه. تمام، وندي تقليبه ونغرف على طول. ليه بنحط بقى البطاطس هنا متحمره؟ لان لو حطيتها نيه بتتهري، فعايزينها تفضل محتفظه بشكلها كده. تمام، والدنيا تبقى زي الفل. حضر طبق اغرف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكله لذيذه حلوه قوي، تتاكل جنب مكرونه، جنب رز معمر، جنب طاجن اللازانيا اللي احنا عاملينه النهارده، تاكل بالعيش زي الفل، مش هتقولك لا. تحفه جدا ما شاء الله. هزينها كده بشويه من البقدونس. يلا عشان طبقنا كده يبقى شكله لذيذ ويفتح النفس. تحفه جدا، يلا بينا قوي. تسلم الايام.